فيصل الحجامي مدير ورئيس شركة دي اتش ال المغرب العربي. رمضان كريم لكم ولجميع الحضور. هذه مبادرة وطنية لشركة دي اتش ال تتنتجها كل شهر رمضان سنويا، وهذه مدعمة من العناصر ديال دي اتش ال، ماشي من رؤساء دي اتش ال بالتفسير. الحمد لله تتكون ماشي غير هنا في المحمدية، مي في كازا بلانكا، غادي تكون في مكناس. هذه كجولة تنحاولوا تنساهموا بها ونساعدوا الفقراء والمساكين في هذا الشهر الكريم. اذا باش كتحسوا الاداره ديالكم، باش كتحس ملي كتشوف هذه الفرحه ديال الارامل اليوم وكياخذوا المساعدات ديالهم، وهناك تكريم ايضا. هذه فرحه مغربيه، وهذا من الكرم المغربي. هذا تيخلق شويه السعاده، تيخلق شويه الفرح لا لنا ولا الاخوان والاخوات اللي محتاجين لهذا. وتندعم اي شركه مغربيه ولا اجنبيه باش تزيدوا تساهم وتعطي، لان كاين الناس اللي محتاجين في المغرب اليوم. شكرا. شكرا لك لايبا. شكرا بتكريم السيد فيصل الحجامي، اعترف له بخدمته الانسانيه والاجتماعيه، ونقدر فيه روح المساهمه والتضحيه عند القيام بواجب ودعم العمل الجمعوي لمنطقه المحمديه خاصه. مدام عزيزي مديرة مركز التكوين الاجتماعي بعمل هو الدكتور بوكوس رئيس الهلال الاحمر المغربي. صورة جميع الاركان تفضلوا من وسكان سي فيصل الحجامي. كريم تشيز شكرا. والكاتب العام ديال الشبكة الجمعوية للتضامن الاجتماعي. تامي تعبو مدير تجاري شركة دي اتش ال. اذا كيشو هذا الحفل البهيج اليوم هنا بالمحمدية لفائدة الأرامل؟ هذه بادرة ممتازة كنفتخروا بها احنا كمغاربة وكشركة دي اتش ال، وقد أصرينا باش نشاركوا تاحنا بهذه المناسبة اللي كنشكروا عليها جمعية زناتان، هذا زناتا اللي تحتنا هذه الفرصه باش نتلاقاو مع خوتنا ونفطروا مع خوتنا. صحيح نعم، والحمد لله نشوف الابتسامه على جميع الوجوه، على الناس ديالنا حتى هما اللي جاوا وفرحوا بهذا الحفل، وكنشكروكم بيان سور. كتكون الابتسامات ديال الاداره ديال الشركه ديالكم اللي كتشوف هذه الفرحه في المحيه ديال الارامل. هذا الشيء ما يمكن له الا يسعدنا ويشجعنا باش نقوموا بمبادرات مثل هذه المبادره ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله قريب. فاطمه مرغا الله يبارك فيك. شكرا. ميرسي. فاطمة يزيد أبو صامون رئيس جمعية نهضة زناتة للتنمية والتضامن بعين حرودة. احنا في اطار رمضان الكريم، وهذا الشهر احنا منذ 12 سنه كنقوموا باعمال اجتماعيه خاصه في شهر رمضان، خاصه توزيع المؤن الغذائيه لفائده الارامل والمعوزين، خاصه بمنطقه عين حروده والشلالات وسيدي موسى المجدوب. وهذه العائلات هما من الارامل ومن العائلات المعوزه ومن المعاقين، وان شاء الله احنا تقريبا توزيع 2400 مؤنه غذائيه. وهذا اليوم مع مؤسسه دي اتش ال اللي قمنا بتوزيع 100 مؤنه،
وبفضاء الامل بالمحمديه. والهدف من هذا العمليه هو مساعده العائله المعوزه والارامل بالتخفيف عن العبء ديال خاصه في شهر رمضان اللي كتكثر فيه المصاريف اليوميه، وحنا كنخفوا عليهم بهذا الحاجيات خاصه المواد الغذائيه اللي محتاجين لها بزاف. وكنتمنوا ان شاء الله السنه المقبله تكون عندنا اكثر عدد على مستوى عين حروده والشلالات والمحمديه كذلك، لان اعتبرت الفقر عندنا في هذه المنطقه بزاف، ولان العائلات محتاجه وخاصه في هذا الشهر رمضان. وعندنا اعمال اجتماعيه اخرى في دار المسنين غتكون فيها اعمال اخرى، وان شاء الله تكون عندنا كسوه العيد لفائده الايتام على منطقه عين حروده والشلالات. ونتمنى ان شاء الله هذه العمليه تدخل الفرحه والسرور على محيا هذه العائلات، ويفرحوا ويحسوا بانهم فرحانين. ونتمنى ان شاء الله تكون السنه المقبله اكثر من هذه السنه ان شاء الله. في دوار جديد ورجيني. اذا باش كان الشعور ديالكم انت اليوم كتاخذي المساعدات من الشركه ديالك؟ عطينا الله يخلف عليه اليزيد ديما كيعطينا المعاونه والعيالات الدراويش اللي ما عندهمش الرجاله، الله يخلف عليه كل عام كيعطينا. اذا اليوم استفدتوا من هذا العام؟ استفدنا من هذه المبادره عطاها لينا الله يخلف عليهم. كل عام وانتم بخير، كنتمنى هذا الشهر ان شاء الله يدخل على جميع المسلمين بالصحه والعافيه وان شاء الله بالهدوء من الحروبات ومن الاضطرابات النفسيه اللي كتعاني منها جميع الامه العربيه. وكنتمنى الله يحد هذا الغضب. وكنشكر جزيل الشكر السيد يزيد بوصابون مكلف بجمعيه زناته اللي راه زعما عايش معنا في المنازل ديالنا وعايش معنا، يعني كيتصل بنا هاتفيا وكيجي عندنا تلحق ديورنا بدون مناسبة بدون كل شيء، عايش معنا في البيوت ديالنا. الله يطول عمره والله يشافيه. الاسم ديالك؟ سليم معتصم، مواكب اجتماعي ديال مجموعة ديال الأنشطة ديال الفعاليات الجمعوية في إطار اللقاء اليوم هنا في هذا القاعة. أكيد اليوم كنلتقيو في إطار الحفل ديال الإفطار بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر التضامن وشهر التكافل، شهر العطاء بين جميع الفرقاء وجميع النخب. اليوم بالتنسيق مع الشركة ديال دي اش ال جمعية نهضة زناتة للتنمية والتنظم التضامن كتنظم هذا الحفل اللي غتستافد منه 100 أسرة، غتستافد من مجموعة من المؤن الغذائية، الشيء اللي كيشكل واحد القفزة نوعية في المجال الاجتماعي، وأيضا كيعكس المسيرة التضامنية ديال الجمعية اللي شرفت على 12 سنة من التضامن مع جميع الأسر المعوزة سواء في منطقتي عين حرودة ومنطقة الشلالات. وبالمناسبة كنشكر جميع القيمين على هذا الحفل وعلى هذا الحفل التضامني والتكافلي، وكنتمنوا ان مجموعه من الشركات المواطنه ان تحدو حدو هذه الشركات حتى يكونوا عن قرب من الاسر المعوزه، ولما لا تنظيم هذه الامسيات وهذه اللقاءات في اطارات جمعويه. وهذا هو انفتاح الشركه المواطنه على فعاليات المجتمع المدني. وشكرا للحضور الكريم. شكرا. عدد المستفيدين؟ عدد المستفيدين بلغ 100 مستفيد، يعني 100 حصة ممكن أن أضاف عليها مجموعة من الحصص في إطار عمليات أخرى. إضافة إلى الخي دار المسلمين كيعطوا واحد الإفطار تاهما بالعجازة اللي كنفطروا في إطار عيد الفطر والكسوة ديالهم. اليوم 14 رمضان اللي اليوم عندنا زيارة ديال مؤسسة دي اش ال صفقوا عليها، وهي شركة مواطنة للإنسانيات والنقل الدولي، واللي الحمد لله كتخدم في إطار الأعمال الاجتماعية، وإن شاء الله اللي يستمروا معنا إن شاء الله في إطار الشراكة معاهم، لأن قمنا مع واحد السباق في إطار المرأة والتكريمات ديال اليوم العالمي للمرأة، واليوم حاضرين معنا بمدينة المحمدية، وكيساهموا بواحد 100 قفة، 100 قفة لفائدة العائلات النساء من عين حرودة والشلالات وسلمت مجدوة، العائلات كلهم أرامل وعندنا مراهقين. كنشكروا اولا فيصل الحجامي فقط الرئيس المدير العام للشركه، والاطر الحاضره السيده زكيه والسيده براده وجميع الاطر الحاضرين معنا. اولا كنشكر الحضور مدام عزيزه رئيسه مركز التاهيل الاجتماعي، الدكتور بوغوس رئيس الهلال الاحمر المغربي. جميع الشعلة مثلا وجيت من مدينة الدار البيضاء وخرجت بتوشي الدار البيضاء غير محمدية قتلتوني. كنشكر هذه الجمعية اللي قامت بهذا الفطور، وتبارك الله عليكم
وتنتمنى لكم ان شاء الله في هذا رمضان الله يدخلوا عليكم بارك مسعود واللي مريض الله يشافيه واللي صحيح الله يعافيه واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه. تخدم الاعمال الخيريه والانسانيه والاجتماعيه وبها واحد القاعده كتسير وليدات اليتامى وحق الله العظيم لا كتسير لي محوجات من جيبها مسكينه. كاين شي حاول يمشي راه كاين الناس كاين عندكم ما تاكلوش بزاف راه باقي مازال شي واحد الحمل غيجي. السلام عليكم ورمضان كريم لكم الله يدخل عليكم الصحة والعافية إن شاء الله. حتى نشكر جمعيات نهضة زناتة الأفعال والأعمال الخيرية والله يكمع بكم بالتوفيق إن شاء الله. في المناسبة نشكر الفريق دي أش إل اللي صبروا على هذا اليوم هذا ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وشكرا شكرا أكثر شكر للحضور الجميل تبارك الله عليكم والله يوفقكم بالاعمال الخيره ان شاء الله. شكرا. سلطة حرة تكريم سيد فصح الجميل في هذا المناسبة. شكرا سيد بتكريم سيد فصح الجميل اعترف له بخدمته الإنسانية والاجتماعية ونقدر فيه روح المساهمة والتضحية عند القيام بواجب وعند العمل الجمعوي منطقة محمدية خاصة. مدام عزيزي مديرة مركز التكوين الاجتماعي بعمل هو الدكتور بوغوس رئيس الهلال الاحمر المغربي. صورة جميلة. جميع المواطنين تفضلوا من وسكان. سي فيصل هشام. كرون تشيز. والكاتب العام ديال الشبكة الجمعوية للتضامن الاجتماعي. خذي صورة. ومدام عزيزي قدم لي واحد الهدية. هدية ثقيلة على سعاد رجائي صورة مزيدة ويتقدم معنا صورة. شكرا سير فيصل خلينا مزروبين شوية وغنبقاو حنا مع الفرد مع الأمداح مع السي يوسف رمزي والجمعية ديالو. كنشكرو العماري عند عالي تويت حدا واحد التكريم. كنشكرو الأستاذة نادية الزوجة ديال التعاون ديالهم في إطار صور. ليلى